اللي هي تكريم للاعب لاعب نادي الشباب و المنتخب الوطني خلف سطام اللي راح يعتزل اليوم. هذا خلف سطام مثل ما انتم شايفينه على شاشة التلفزيون من مواليد سنة 50 في منطقة شعيبة. الوضع ان شاء الله بحيل الله للمتفائلين فيه، الشباب اللي جاي مرة حق النادي حق الادارة يعني مركزين على انهم يطورون الالعاب جميع الالعاب ويحطون الرجل المناسب في المكان المناسب، مو شكل الاول تغذيات ويعني شيلني واشيلك. يعني ما كان عاجبك مجلس الاداره السابق؟ لا ما كان عاجبك. ان شاء الله المجلس ان شاء الله فيه الحيل والقوه ان شاء الله انه يطور النادي ويساعد اللاعبين النادي على ارتقاء مستواهم ان شاء الله الكروي جميع الالعاب. يقولون ما في لعيبه الحين نفس خلف وغيره. والله يطلع الدنيا ما في ما تقدر يعني ما على قولتهم ما تخلى. في لاعبين ممتازين بس ما يحصلون الفرصه يطلعون. يلقمتون يا عن طريق الاداره يا عن طريق المدرب يا عن طريق مدير الكره ينظلمون لاعبين وايد. تذكر اخر هدف سجلته؟ اخر هدف سجلته يا طويل العمر ضد نادي الصليبي خات. هدفين مو هدف واحد. موسم 82. اغلى هدف؟ اغلى هدف اللي قولته على فريق شيفيلد يونايتد. لما سوينا وديه مباراه وديه مع شيفيلد يونايتد كان احمد جعفر الله يرحمه جابهم خلانا احنا والقادسيه فريق واحد. دمجنا فريق واحد مع جاسم يعقوب وكل اللاعبين القادسية ولعبنا ضد نادي شيفيلد يونايتد وقلبوا لنا 2-1 والجول اللي جبته انا اللي جبت الجول على في شيفيلد يونايتد بالكرة يعني طرت لها بالهواء وحطيتها بالراس بالجول. مهمة يوسف احمد صعبة كرة قوية ترجع مرة طويلة جدا من ناحية اليمين هجم متكتف عبد الحق صلح الحظ بالجول حلوة الله